الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية خروج الدم من الفم في المنام للمطلقة. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية خروج الدم في المنام للمطلقة علامة على حدوث العديد من المشاكل. إذا رأت المرأة المطلقة أن الدم يخرج من فمها في المنزل، يدل على الأزمات والصعوبات التي تواجهها في تلك الفترة. رؤية المطلقة الدم يخرج من الفم في المنام بسبب قولها السوء في حق طليقها. رؤية المطلقة يخرج من فمها الدم دليل على المشاكل المادية التي تواجهها، والله أعلى وأعلم. يقول الإمام ابن سيرين طيب الله ثراه عن خروج الدم من الفم للمرأة المطلقة علامة على وقوعها في المشاكل والخلافات العائلية. رؤية خروج كتل من الدم من الفم يدل على مرض صاحب الرؤيا، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يخرج كتل من الدم في المنام فذلك يدل على الكذب والإشاعات التي يرددها، ويجب التوقف عنها. إذا رأى الشخص أنه يخرج كتل من الدم من فمه ذلك يدل على الكذب والخداع والتضليل الذي يقوم به. رؤية المرأة المتزوجة أنها تخرج كتل من الدم في المنام فذلك يدل على مرض يصيبها، والعلم عند الله. رؤية الاستفراغ في المنام للعزباء علامة على شر يصيبها في الواقع، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تستفرغ في الحلم ذلك يدل على السعادة الكبيرة التي ستحصل عليها. رؤية الاستفراغ في المنام للفتاة العزباء تعني حصولها على الكثير من الأموال، والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء أنها تقي دم في المنام فهو علامة على تحسن أحوالها والتخلص من المشاكل والهموم التي كانت تواجهها، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يخرج الدم من الأسنان في الحلم فهو علامة على تضرر سيحدث للأهل والأصدقاء، والله أعلى وأعلم. رؤية الدم يخرج من الأسنان علامة على فشل تجارة أو دراسة لأحد المقربين من صاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. ما تنسوش قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. ما تنسوش قراءة سورة الملك كل يوم ليلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.